في المسائية، خطر تفكك جيش تل أبيب يزداد بإقرار معهد أبحاث الأمن القومي. أزمة بنيوية وتحديات متعددة الجبهات، أي تهديد استراتيجي للردع الإسرائيلي؟ صراع السودان في يومه المئة، مواجهات داخلية بأيد خارجية بين عقم الجهود السياسية وعمق الكوارث الإنسانية. هل تتخذ الأزمة أبعاداً إقليمية؟ المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.